المحاضرة التانية عندنا يا شباب هي ال second part من ال medical important arthropods. بناخد فيها order سيفونيترا واللي هي بتشمل الفليز وهيمبترا البجز والانبلورا اللايس. الميديكال امبورتنت فليز اللي هي عندنا في كذا سبيشيز من فليز بيبقوا ترانسميتنج ايدر ان هم ينقلوا ديزيز للهيومن، سواء كانت فايرال بكتيريال او ريكيتسيال ديزيز او هم نفسهم كوزنج ديزيز. في بعض انواع الفليز بتسبب ديزيز زي ما هندرس دلوقتي. بالنسبه للمورفولوجي بتاعت الفليز دي بتبقى سمول انسكت وينجلس ما لهاش وينجز، كومبريست لاترالي، ليها لونج ليجز ادابتد فور هوبينج اند جامبينج. بوث سكس فيها بنلاقيهم بلاد سوكرز، وليها لاترال ايز بيساعد على المورفولوجيكال ايدنتيفيكيشن بتاعها. اللي يهمني هي الجينسز المهمه في الفليز اللي ليها ميديكال امبورتنس. في البيوليكس، بيوليكس ايريتانس دي بنسميها الهيومن فلي. في زينوبسيلا، زينوبسيلا كيوبس الراب فلي دي بتبقى برضو ممكن افكتنج الهيومن. التينو كيفاليديس كانس وفيلس بتوع الدوج والكات، ودول برضو ممكن افكتنج الهيومن. النوزوبسيلا فشيتس دي اوروبيان رات فلي، ودي ممكن برضو اتاك الهيومن. في حاجه اسمها تانجا بينترينز او ساند فلي، او بنسميها الجيجر او التشيجر اللي بتعمل التونجيزس. دي الانواع المهمه اللي بتصيب الانسان: البيوليكس، السينوبسيلا، تينو كيفاليديس كانس وفيلس، ونوزوبسيلا فاشيتاس، والتانجا بينترينز. الهابس والبايونومكس بتاعتهم، الفليز دي من الحاجات اللي هي نون هوست سبيسيفيك، ملهاش هوست سبيسيفيتي، عشان كده بتاعت الرات بتصيب الهيومن، بتاعت الدوج بتصيب الهيومن، عشان كده ملهاش هوست سبيسيفيك. وبالتالي الفليز من الحاجات اللي بتنقل زونوتك ديزيز، الحاجات اللي بتنقل زونوتك ديزيز. اللايف سايكل اوف فليز بنقول ان دي من الحاجات اللي هي بتبقى كومبليت ميتامورفوزس. كومبليت ميتامورفوزس زي ما خدنا في المقدمه عرفنا ان دي بتبقى عباره عن ادلت، ايجز، لارفا، اند بيوبا. ده اللي بنقول عليها كومبليت ميتامورفوزس. ايه هي الميديكال امبورتانس اوف فليز وليه احنا بندرسها؟ الفليز من الحاجات المهمه اللي بتبقى ترانسميتنج يعني امراض خطيره جدا، منها البليك الطاعون اللي كان منتشر زمان واللي ظهر زمان في الحرب العالميه الاولى. ده بيتنقل عن طريق الرات فلي، الرات فلي اللي احنا بنسميه زينوبسيلا كيوبس، وبينقل لنا الاورجانيزم اللي بنسميه اليرسينيا بيستس او الباستريلا بيستس الاذر نيم بتاعه. ازاي بتحصل، ازاي بيبقى ترانسميتنج ديزيز؟ احنا بنلاقي ان الرات فلي ده بيبقى فيدنج على انفكتد رات، بياخد منه الاورجانيزم او المايكرو اورجانيزم. بنلاقي في البروفنتيكولاس بتاعت الفلي المايكرو اورجانيزم ده بيحصل له مالتيبليكيشن، ومع الكلوتد بلاد اللي موجود ويعمل هيموباسيلر نيماس مع الكلوتد بلاد الموجود في البروفنتريكولاس، في نتيجه الهيموباسيلر نيماس ده بيعمل بلوكينج للفور جاتس بتاعت الفلي، فده بنسميها بلوك دي فلي. نتيجه البلوك دي فلي ده بيحس الفلي او كان الفلي بيحس ان هو انساتيسفايد وعايز يخلص من البلوكينج اللي حاصل في البروفنتريكولاس بتاعه، فيبتدي يبقى جامبنج من هوست للتاني لغايه ما يوصل للهيومن، لغايه ما يوصل للهيومن. فلما يبتدي يقفز من هوست للتاني ويبتدي يبايت ديفرنت هوست، فبينقل معاه الايه الباسيلاي بتاعه البليك اليورسينيا مع الايه مع البايت اللي بتحصل للاذر هوست. زي ما قلنا ان من الجامبنج من هوست للتاني بتبتدي الفلي انها تبقى بايت اذر هوست عشان يبقى ساتيسفايد ويبتدي يخلص من الهيموباسيلر ماس الموجوده في البروفنتيكولارز، فبيحصل ريجريتيشن للباسيلاي وتبتدي تدخل في البايت وانفكت اذر هوست، فبيحصل كانالايزيشن تاني للبروفنتيكولارز ويبتدي الاورجانيزم يطلع مع الايه مع الفيسز. يعني لما يتخلص من الهيموباسيلر ماس الموجوده في البروفنتيكولارز وهو يبتدي ينقلها يعملها انجكشن مع البايت اللي بتبقى في اذر هوست، تبتدي البروفنتيكولاس تبقى كانالايز، يبتدي ايه تبتدي البلوكينج اللي حصل فيها يبتدي يفتح، فهيبتدي الاورجانيزم بدل ما هو بينزل مع البايت يبتدي ينزل مع الفيسز بتاعت الفلي. فمع لو في انجري او في ابريجن او البايت ووند نفسها اللي بتحصل للفلي، لو حصلها كونتامينيشن بالفيسز بتاعت الفلي هيبتدي برضه يتنقل الانفكشن. الانفكشن ده بيبقى استابلشد في الراتس برات فلي، بيتنقل من الرات للهيومن بالرات الفلي فيرست، وبعد كده يبتدي يتنقل من هيومن للتاني عن طريق البيوليكس ايريتانس الفلي الخاصه بالهيومن. اهم ديزيز يتنقل بالفلي اللي هو البليك.
تاني واحد الانزيمك تايفس او المورين تايفس، وده واحد من الريكيتيا ديزيز اللي بنسميه بريلز ديزيز اللي بيتنقل بالريكيتيا ميزوري، والانفكشن فيه بيبقى ترانسميتد برضو عن طريق الزينوبسيلا كيوبس او الرات فلي، وبيتنقل من الرات للرات وبعد كده من الرات للهيومن، بيحصل برضو نفس الطريقه بالانكليشن للريكيتيا بالبايت ووند او بالكونتامينشن للووند بالفيزز بتاعت الفلي، او لو حصل كراشنج للانفكتد فلي على البانكشر ووند ده. ثالث حاجه الفلي من الحاجات اللي تعتبر انترميديت هوست للمينيهلمنسس، تعتبر انترميديت هوست للهيمينيبس دايمينيوتا واحيانا للهيمينيبس نانا والدايبليديم كراينا. مين فيهم؟ الرات فلي والدوك فلي. الرات فلي مع الهيمينيبس دايمينيوتا والتينوكفاليديس كانس مع الايه اللي هي الدوك فلي مع الدايبليديم كراينا. ايه الستيج اللي بتبقى موجوده في البودي كافيتي بتاعه الهيمينيبس بتاعه الرات فلي والدوك فلي؟ هي الانفكتيف سيستيسيركويد، السيست سيركويد بتاعت الهيمينيبس دايمينيوتا والسيست سيركويد بتاعت الدايبليديم كراينم. دول نوعين من السيستودز اللي بيبقوا افكتنج مينلي او كومنلي افكتنج ذا تشيلدرن، لان هما المود اوف انفكشن فيها بيبقى ان يحصل اكسيدنتال انجيشن، ان الطفل ده عن طريق الخطا بيبقى بلينج مع دوج او في السويل كونتامينيتد وفيها الرات فلي انها تدخل بقه بالغلط، وفيها الانفكتيف ستيج بتاعت الهيمينيبس دايمينيوتا والدايبليديم كراينم اللي هو السيست سيركويد، فيبلعها وتتكون عنده الادلت هيمينيبس والادلت دايبليديا. عشان كده هي كومن في التشيلدرن عشان طريقه العدوى بيها هي الاكسيدنتال سوالوينج للانفكتد فلي. خلاص دي شكل الفليز اللي عندنا اللي هي الكومن اللي هي البيولكس ايريتانز والزينوبسيلا كيوبس. خلاص والفرق ما بينهم هي الاوكيلار بريسلز الموجوده الهير على الموجود على الدورزم سيرفيس بتاع الهيد بتاعها، والكومب ده بيبقى بنلاقيه في التينوكيفاليديس كانس وبنلاقيه في النوزوبسيلا فاشيتس، ودي الطنجة اللي ليها انجولار هيد. الفليز المهمة عندنا نعرفها حاجة اسمها الطنجة بينترانز او التشيجو فلي او الساند فلي. طنجة بينترانز او التشيجر دي انسكت الادلت نفسها بتعمل انفيجن الهيومن سكين، دي مميزة في المورفولوجي ان ليها الهيد بتاعتها زي ما انتم شايفين كده بنقول عليها انجولار هيد، يعني شكلها مثلث شوية. خلاص والثوركس كومبريسد مفعوص كده بنقول عليها كومبريسد ثوركس، فده بيخليها تبقى رفيعه وتقدر تعمل بينتريشن للسكن. دي بتبقى موجوده في السويل، التشيجو دي بتبقى موجوده فين؟ في السويل، موجوده في الارض وفي الساند، فبتعمل بينتريشن للسول وما بين الفينجرز بتاعه جسم الانسان زي ما انتم شايفين في الصوره هنا، وبتدخل جوه الايه جوه السكن الانجولار هيد بتاعتها دي، بتدخل جوه الايه السكن وبتدي تتغذى على الايه الجوس اللي بيبقى طالع من الايه من التيشوز. خلاص اللي هو ده عباره عن الاوزنج فلويد، الاوزنج فلويد اللي هو الفلويد اللي بيطلع من الانسجه. خلاص لما تتغذى عليه هتدي يحصل ديستنشن للفلي دي، خلاص بتدي تكبر في الحجم وتدينا بي سايز نوديول، يعني نوديول كده خلاص حجمها قد حجم الحمصه شويه. خلاص بيحصل لها انتوب سكندري بكتيريال انفكشن وتدينا المنظر ده، يحصل لها انتوب سكندري بكتيريال انفكشن ودي بتبقى فيري بينفول، بتبقى مؤلمه جدا، بتبقى فيري بينفول. غير كده ان هي وجودها في التيشو ممكن يخلي التيتانس سبور بتاعه التيتانس تدخل جوه رجل الانسان خلاص ويبتدي يصاب بالتيتانس، يبقى هي نفسها بتعمل بي سايز نوديول، بتحصل عليها اون توب سكندري بكتيريال انفكشن، فممكن تعمل ابسس مكانها، ممكن تبقى اكسس المنطقه دي بتبقى ليجن ومفتوح في رجل، فممكن يبقى ابسس لايه اكسس دي اكسس للتيتانوس سبور، بتبقى كومن مع الايه كومن مع الناس اللي هم بيمشوا بير فوتد اللي بيمشوا حافيين في الارض. خلاص دي شكلها اهو، شايفين شكل الطنجة بينترانز وبتعمل ايه في الرجل. خلاص لما بتدخل دي لو ضغطنا على التيشو ده اللي هو الانفكتد وعملنا له تيزنج اوت هنطلع الفيل، هنطلع الفيل. تمام يا شباب، ودي شكل الطنجة من الترانز وهي عاملة بينتريشن للسكن. زي ما قلنا ان الطنجة دي بتبقى كومن للناس اللي هما بيرفوتد اللي بيمشوا حافيين على الارض وعلى جراوند بليوتد بالانفيتد انيمال، لان الطنجة دي بتلاقيها برضو في الانيمال زي ما بنلاقيها في الهومر بنلاقيها افكتنج الدوجز، وبتدخل في السولز في بطن الرجل وما بين التوز وبتعمل سيفير بين وسكن بكتيريا انفكشن. طيب التريتمنت بتاعها ايه؟ ان الفيميل دي بتبقى بنعملها تيزنج اوت، يعني بسن مشرط كده ولا بشارب نيدل بندوس كده على الليجن ونبتدي نطلع
الطنجة منها، وبنعمل طبعا بما ان في ووند فبنعمله سيرجيكال بريسنج ونديله انتي بايوتكس. كبروفلاكسس بنستخدم التايت ليزر شوز او البوتس بحيث ان هو الناس ما تمشيش بيرفوتد على الجراوند اللي هو انفست. طيب الكنترول بتاع الفلي اللي هي بنستخدم انسكتسايتس الدوجز والرات، من الحاجات اللي هي بتبقى الرات بما انها بتنقل انفكشن فبنعمل لها ديستراكشن او نتخلص من الرات دي. الدوجز بنعمل لها دافتنج بالدي دي تي ونتخلص من الاماكن اللي فيها انتشار البريدنج بليسز بتاعه الرودنج بليس من الهاوس. لو شخص في منطقه انفكتد بيستخدم ليزر شوز بحيث ان هو يمنع الهيومن انفستيشن بيلي تشيك او الشيكو. البادز دي بنقول عليها اوردر هيميديبترون او هيميبترون. دي في عندنا تو فاميليز، حاجه اسمها سايميسيدي وروديفيدي. سايميسيدي او سايمكس ليكتيولارز او البيت بادز، بيت بادز البق يا جماعه اللي بيبقى موجود في المراتب والحاجات دي تمام. وفاميلي روديفيدي او الترياتوما ميجيستا اللي هي الوينجد بق البق المجنح. الجنرال فيتشرز اللي عندنا البوكس دي ليها ماوس بارتس تمام، بيبقى البادي بتاعها عباره عن هيد وثوركس وابدومين. الماوس بارتس بتاعها ادابتد فور بيرسينج اند ساكينج، يعني دي بتقرص وتمص الدم تمام. الثوراسك سيجمنت فيها بتبقى كبيره بما انها لارج برو ثوراسك سيجمنت. الوينجد فيهم بيبقى ليها تو بيرز اوف وينجز، اللي هي الوينجد بوك دي ليها زوجين من الوينجز خلاص او مش موجوده خالص. بتتميز البجز ان ليها ايه حاجه اسمها سبيشال جلاند. السبيشال جلاند دي ليها كاركترستيك نيستي اول، يعني بتطلع ريحه مميزه جدا ونيستي خلاص، ليها سترونج نيستي اول دي بتميز البجز خلاص. الميتامورفوز بتاع البجز انكمبليت، كلمتين في كل حاجه، الميتامورفوز هو انكمبليت. مميزه البجز انها بتبقى بيرسينج اند ساكينج، يعني دي من البلاد ساكينج ارثروبودز اللي عندنا خلاص. ليه ما تبقى وينجز وليها تو بيرز اوف وينجز، ليه ما فيهاش وينجز خالص زي الوينجد بج. بتتميز ان ليها سبيشال جلاند، الجلاند دي بتطلع كاركترستيك نيستي اودر، ليها ريحه مميزه جدا موجوده على دي. اول حاجه السايمكس ليكتولارز او البيت بوكس، البيت بوكس خلاص. البيت بوك دي او الباقي اللي بيبقى موجود في البيت ماتريسز، ادي لي الهيد بتاعته بتبقى لارج بروجكتنج بتكون محشوره جوه لارج بروثوركس. لارج بروثوركس البروثوركس بتاعها اخر خلاص. احنا قلنا الثوركس بيبقى ثلاثه سيجمنت، بروثوركس ميزوثوركس وميتاثوركس، ادي ثلاثه سيجمنت بتوعه. البروثوركس عامل زي الفنجان تكون محفوره فيه الهيد، ملهاش وينجز خلاص، وهي ثري بيرز اوف ليجز. والابدومينال سيجمنت بتاعتنا اهي بتبقى حوالي من 7 ل 8 ابدومينال سيجمنت، بيبقى على الميزوثوركس بتاعتها اللي هي السبيشال جلاند بتاعتها تمام. وفرج ما يهمش البيج تعيش فين، دي اللي يهمني. الهابتس بتاعه البيج بوكس، الهابتس بتاعه البيج بوكس دي temporary obligatory ectoparasite. temporary obligatory ectoparasite يعني ايه temporary؟ يعني دي بتيجي لما تبقى هتاخد البلاد ميل بتاعتك، بتعيش في البيد ماتريسز في المراتب خلاص، بتعيش في المراتب اهو الحاجات الصغيره السودا دي تمام، او البني دي شويه، بتعيش في الماتريس، بتعيش اندر كاربت تحت السجاد في الفريم بتاعت الفريم ده اللي هو الاطار بتاعت الصور القديمه، اي شقوق في الحيطه بتعيش فيها خلاص، اي شوف في الحيطان بتعيش فيها تمام. دي نكتيورن يعني تيجي بالليل وتقرص وتاخد البلاد ميل بتاعتها، عشان كده هي تيمبروري ما هياش بيرمننت، مش طول الوقت عايشه على جسم الانسان، مش طول الوقت عايشه عليه، لكن اوبليجاتوري ان هي لازم تصيب الانسان عشان تاخد البلاد ميل بتاعتها، مش هتتغذى على حاجه ثانيه تمام. اللايف سايكل بتاعت الثايمكس زي ما احنا شايفين بنقول عليها انكمبليت ميتامورفوزس. انكمبليت ميتامورفوزس بنلاقي فيها اللارفال ستيجز اللي هي اللارفا والنيمف بيشبهوا الادلت ستيج، يعني بتبقى عباره عن ادلت لارفا ادلت ايج لارفا ونيمف، وبنلاقي فيها اللارفال ستيجز او الانترميديت ستيجز بيشبهوا في الشكل والكاركتر بتاعتهم للادلت، ده اللي بنقول عليه انكمبليت ميتامورفوز. طب البجز ايه اهميتها بالنسبه لنا؟ دي حاجه بتبقى موجوده في المراتب، بتبقى موجوده في السراير، بتبقى موجوده في تحت السجاد والكلام ده، فبتقرص الانسان. هي ليها رول في ترانسميشن ديزيز، ملهاش رول قوي، لكن اهميتها ان دي من الحاجات اللي بتعمل ارتكاريا، من الحاجات اللي هي بتسيب مكانها زي ما انتم شايفين كده، بتسيب ارتكاريا الويلز وبتسيب بابيولز مكان الارض بتاعها خلاص، بتسيب بابيولز مكان القرص بتاعها لما تبقى موجوده في البيد ماتريس والكلام ده، بتعمل سيفير انسومنيا وايريتابيلتي واكزوشن
تمام، لان الشخص مش بينام من القرص ده كله بتسيب ريت اتش ويلز، السليفري سيكريشن بتاعتها بتبقى فيري ايريتنت فيري ايريتنت. طب هل هي ممكن تنقل ديزيز؟ تنقل ميكانيكال يعني عن طريق الانتربتد فيدنج بتاعها او الويت بروبوزس، ممكن تنقل فيرال او باكتيريال ديزيز بالطريقه دي خلاص، لكن ده مش معروف قوي عنها. اهميتها ان هي من الحاجات اللي بتعمل ارتكاريا، من مسببات الارتكاريا تمام، اللي هي الارتكاريا بتاعت الحشرات عندنا لما بتقرص جسم الانسان وبتعمل لنا بالمنظر ده الريد اتش ويز اللي هي بتعمل دي اللي هي البيج باكس. الكنترول بتاعها انا المكان اللي موجود فيه البيج باكس دي بعرفه بانسكتسايز، بعمله سبرينج بانسكتسايز في الهابيتات بتاعتها، بعمل كوليكشن للادلت ارثروبودز واعمل لهم ديستراكشن تمام. لو انا عندي شقوق في الحيطه او اي مكان الخروم مكان اللوح والكلام ده بتدخل فيها برضو بنبتدي نقفله تمام، نعمل فيلنج للوول والسيرفيسز الشقوق الموجوده في الحيطان، فانا كده بتخلص من البريدنج بليس بتاعها، بتخلص من البريدنج بليس بتاعها. ومنتشر على فكره، منتشره كتير بالذات في الاماكن اللي فيها تجمعات كتير ما فيهاش نظافه او سانيتيشن بصوره كويسه. الاهم من البيت باجز هي الوينج باج او التريتوما ميجيسا. التريتوما ميجيسا الحمد لله مش موجوده في بلادنا، دي موجوده في ساوث امريكا خلاص. دي بنقول عليها الكون نوزد وينج باج او الكون نوزد باج. الكون نوزد باج ليه؟ لان بنلاقي الهيد بارت بتاعها والبروبوز بتاعها بيبقى عامل كون لايك بيبقى رفيع بالمنظر ده خلاص. ودي ليها تو بيرز اوف وينجز، بتلاقي الابدومينال سيجمنتس بتاعتها بنلاقي عليها لاترال ماركينجز خلاص، الخطوط الصفراء المنوره اللي فيها دي ليها ماركينجز. السوركس بتاعها بنلاقيه تريانجولر شكله عامل زي المثلث. تفاصيل المورفولوجي نعرفها للعملي لكن مش بالنسبه لي مش مهمه كتير، اللي يهمني هي مكانها فين اللي هي في ساوث امريكا. اهميتها بالنسبه لنا ايه؟ هي تنقل ايه. دي برضو البايت بتاعتها بتبقى ات نايت تمام، يعني نوكتيورنال، ودي بلاد ساكينج. الوينجد باج بنسميها كيسنج باج. كيسنج باج ليه؟ لان الهابت فيدنج بتاعتها هنا دي بتبقى اتاك الفيس، اتاك الفيس بتصيب بتحب قوي الايه الفيس، بتروح للايه لنير الاي للتشيكس للانجل بتاعه الماوس، عشان كده بنسميها كيسنج باج. كيسنج باج ودي الاماكن اللي بتتكون فيها الشاجومه، لان الوينجد باج هي بتنقل لنا الشاجز ديزيز، بتنقل لنا الشاجز ديزيز او التريفانسوما كروزاي. طبعا ليها كانابليستيك هابت، يعني الايه الهانجري نيمفس بتاكل الانجور، بتنقل لنا ايه اهم حاجه؟ هتنقل لنا التريفانسوما كروزاي اللي بيعمل شاجز ديزيز. احنا قلنا عشان كيسنج باج فهي بتحب الاماكن اللي هي اكسبوزد نير الاي في التشيكس في الانجل بتاعه الماوس، ودي الاماكن اللي بتكون فيها الشاجومه وخاصه نير الاي خلاص، اللي بتكون فيها الشاجومه بتاعه الشاجز ديزيز. نوع الترانسميشن في الشاجز ديزيز هو ايه؟ هو بوستيريو ستيشن ترانسميشن، يعني هي ما بتعملش انكيوليشن للتريفانسوما تمام، او الميتاسايكليك تريفانسومز اللي هي الانفكتد ستيج بتاعه التريفانسوما كروزاي في البايت وولد، لا دي بتاخد التريبو ماستيجوت من البلاد من الانفكتد بيشنت وتدخل في الجات في الميد جات والفور جات والهايند جات، وبعد كده بتنزل مع الفيسز. بتنزل مع مين؟ مع الفيسز، بتعمل كونتامينيشن للوند. بعد ما بتقرص البج بتعمل ديفيكيشن، فلما بتعمل ديفيكيشن فبتنزل الفيسز بتاعها جواه الميتاسايكليك تريبانسومز بتوع التريبانسوما كروزاي، فبتعمل كونتامينيشن للوند. غير كده انا ممكن الانسان بعد ما بيتقرص بيبتدي يعمل يفرك في عينه ولا حاجه، فبيدخل الايه بيدخل الانفكتيف ستيج بتاع التريبانسومز، بيدخلها في الكونجكتايفا. عشان كده في حاجه اسمها رومانا ساين مع في مع الشاجز ديزيز، دي سبب بيبقى في بطنس في الاي وكونجكتيفايتس وايديما، دي بسبب الحركه دي خلاص. ان انا مع البايت بعمل كونتامينيشن البايت ووند بالفينجرز بتاعتي وبحطها مثلا في الووند وبحطها في الكونجكتيفا او في الاي، ده بنسميه كله ده بوستيريو ستيشن ترانسميشن. بوستيريو ستيشن ترانسميشن يعني الانفكتيف ستيج بتعدي من الباج وبتنزل تعمل كونتامينيشن الووند بالفيسز بتاعه الايه الباج. الكنترول بتاعها ان انا هستخدم انسكتسايدز، هستخدم السكن ان دي بتطير فمش هتلاقي لها بيد ماتريسز ولا حاجه تعملها ديستراكشن بايديك، وبعدين حجمها بيبقى كبير ان انا ارش انسكتسايدز. طب اللايس بقى الاينوبلورا، اللايس دي وينجلس ملهاش وينجز، فلات اندورز فينتريك نلاقيها مبططه خلاص. الثوراسيك سيجمنت بيبقوا فيوز مع بعض، وادي ابدومنال سيجمنت، وادي الايديجاس بتاع الميل والفيميل بيبقى ليها حاجه بنسميها كوروبوز. اللايس دي برضو اللايف سايكل بتاعتها بنقول عليها انكمبليت ميتامورفوز، يعني بتلاقي ادلت ستيج وايج ونمف، ادلت وايج ونمف. اللايس بقى
في ثلاث انواع من اللايس اللي ليهم ميديكال امبورتنس وليهم علاقه بالهيومن. خلاص، في حاجه اسمها البيديكولاس هيومنس كابيتس، دي الهيد لاوس. بيديكولاس هيومنس كابيتس الهيد لاوس، دي اللايس الامل اللي بيجي يصيب الهيد. بيديكولاس هيومنس كوربوز، دي البادي لاوس، دي اللايس اللي بتصيب جسم الانسان. السايروس بيوبس او البيوبيك لاوز او الكراب لاوز، دي بتصيب منطقه الجينيتال ريجون خلاص او البيوبيك ريجون. اللايس مميزه ايه؟ اللايس من الحاجات اللي بتدخل او اكزامبل للهوست سبيشيز سبيسيفيك، يعني هتلاقي اللايس بتاعه الهيومن ما تصيبش الانيمال واللايس بتاعه الانيمال ما تصيبش الهيومن. عشان كده اللايس دي من الحاجات اللي ما بتنقلش زونوتيك بارازايت، ما بتنقلش زونوتيك ديزيز، تمام؟ لانها هوست سبيسيفيك. اللايس بتاعت الهيومن سواء كان بيديكولاس هيومنس او سايروس بيوبس ما تنقلش فيترينري ديزيز، ما تنقلش زونوتيك ديزيز، ما تصيبش الانيمال. فده الهوست سبيسيفيك، ده بنقول عليها هوست سبيسيفيك. خلاص، اللايس من الحاجات اللي بنقول عليها بيرمننت اكتوبارازايت. بيرمننت اكتوبارازايت يعني طول الوقت موجوده على جسم الانسان، لو مشيت بره بجسم الانسان بتموت. خلاص، طول الوقت موجود على جسم الانسان، لو مشيت بره جسم الانسان، لو ما تسيبوش الا لو بقى ضايد او بقى فيفرش. خلاص، يعني جات له حمى او توفى. خلاص، لو اتاخدت بره جسم الهوست بتموت. هي بيرمننت اكتوبارازايت. يبقى مهم جدا نعرف الهابت بتاعه اللايس انها هوست سبيسيفيك، ما بتنقلش زونوتيك ديزيز، بيرمننت اكتوبارازايت. وانواعها الثلاثه، انواع اللايس اللي نعرفهم اللي هي البيديكولاس كابيتس، البيديكولاس كوربورز، والسايروس بيوبس. السايروس بيوبس بيصيبوا مين؟ البادي لاوس دي تبقى اكتر في الناس اللي هم في الاماكن القطبيه والحتت البرد وبتاع، اللي هم لابسين هدوم كتير قوي وبيستحموا قليل جدا، فده بتلاقيها كومن في البادي بتاعهم. الهيد لاوس بتلاقيه اكتر في الفيميل عن الميل، بيبقى اكتر في البنات عشان بيبقى شعرهم اطول. البيبك لاوس بتلاقيه في منطقه البيبك ريجون، بتلاقيها في الاكزيلري ريجون خلاص، منطقه الاكزيلا بتلاقيها، حتى ممكن يعمل انفستيشن للاي لاشز. يعني دي اللايف سايكل بتاعه اللايس، قلنا بنقول عليها انكمبليت ميتامورفوزز، يعني بنلاقي الادلت واللارفال ستيجز او النيمفال ستيجز بتاعتها، ودي اللي هي الاكز. والاكز احنا خدنا حاجه نفرق ازاي البريكولاس على السايروس بالإكز اللي هي بتبقى سيمنتد على الهير، دي بتبقى ملزوقة على الهير. اللايس في الشكل بتاعها بنلاقي الليجز بتاعتها بتنتهي بكلوز، بتنتهي بإيه؟ بكلوز. الكلو ده اللي هو اللي هي زي المخالب، عشان دي بتبقى كلينجينج على الهير، بتتسلق الهير، فبتلاقي الإيه ليها شكل الإيه المخالب ده. طب إيه هي الميديكال امبورتانس بتاعت اللايس؟ الهيد لاوز او البادي لاوز البيديكولاس هيومنس بتعمل لنا ايه؟ اشهر حاجه ودي هنلاقيها كتير في عيادات الجلديه اللي هي البيديكيولوزس. البيديكيولوزس ده بيبقى كوتينيوس ليجن، بيبقى سببها البايت بتاعه الايه الادلت والنيمفال ستيج او اللارفال ستيج بتاعه اللايس، تبقى كومن جدا تلاقيها في الهيد. دايما بتلاقيها فين؟ في الهيد، في شعر خلاص، وخاصه البنات بتلاقي ان مع البايت دي بالسليفر سيكيشن بتاعتها بتبقى فيري ايريتانت وبتعمل سيفير اتشنج. فلما يبقى فيه اتشنج يبتدي الطفل ده او الادلت بيعمل سكراتشنج، يبتدي يهرش جامد فين؟ في شعره. السكراتشنج ده بيعمل انفلاميشن، بيجرح الايه فروه الراس، فبيعمل ايه سيكندري باكتيريال انفكشن، منطوب عليه حساسات كمدريك انفكشن، ودينا شكل الايه الفرانكلز كده. شكل الفرانكلز ده بيبقى زي دمامل كده في راسه خلاص، لكن مش دمامل عاديه، دي بتبقى عليها سكارز، بيبقى عليها زي قشره كده، تمام؟ بيبقى عليها زي سكارز، بيبقى فيها انديوريشن المكان ده، بتلاقي الدمامل دي مش دمامل عاديه، بتلاقيها ناشفه كده خلاص، وبتسيب بيجمنتيشن. الديزيز ده بنسميه فاجابونز ديزيز. يبقى البيديكيلوزس ده عباره عن كوتينيوس ليجن سببه البايت بتاعه اللايس خلاص، لان البايت دي بتعمل سكراتشنج، بتخلي الشخص يبقى فيه سكراتشنج وسيفير اتشنج، فيحصل انفلاميشن اون توب سكندري باكتيريال انفكشن خلاص. مع السيفير انفكشن ده لما يزيد قوي بتلاقيه بتتكون الفرانكلز دي، فبتلاقي ايه في سكارنج وفي انديوريشن وفي بيجمنتيشن، ده بنسميه فاجابونس ديزيز. ده انت هتشوفه كتير، البيديكيلوز ده في عيادات الجلديه بتشوفه كتير، في عيادات الجلديه وبتبقى حاجه يعني صعبه جدا خلاص، انك مش عارف تستخدم له حاجه اكاريسايدز تموت اللايس بتاعتها، غير لما تعالج السكن البكتيريا انفكشن ده خلاص. بتلاقي الطفل ده يا عيني بيبقى سخن جدا وتعبان قوي من الحاجات اللي طالعه له في دماغه، ومش مستحمل حد يلمس له شعره من كتر القلق. طيب غير البيديكيلوزيس هتنقول لنا ايه اللايس؟ حاجه اسمها ابيديميك تايفس.
الابيديميك تايب اللي هي ده ريكيتسيا الجزيز بتعملها ريكيتسيا بروزاكي خلاص، والابيديميك تايب دي بتتنقل بكذا طريقه خلاص، او ريكيتسيا بروزاكي بتتنقل بكذا طريقه، اما ان الريكيتسيا دي بتتنقل عن طريق البايت مع السلايفا خلاص بتاعه اللايس دي حاجه، الحاجه الثانيه او اللي هي عن طريق الفيسز بتاعه اللايس خلاص، ان هي بعد ما تقرص بتنزل الفيسز فبيحصل كونتامينيشن للبايت ووند مكانها خلاص، او الحاجه الثانيه بالفينجرز بالسويل فينجرز انا بحطها في الكونجكتيفا، يعني الطفل كده يغرش فياخد الايه، ياخد من الفيسز بتاعه اللايس دي هياخد الانفكشن تمام اللي هي ريكيتسيا بروزاكي، ويبتدي يدعك في عينيه فبيدخل الانفكشن للكونجكتيفا، او اللايس دي حصل لها كراشنج، انا بعمل كراشنج للارثروبود او للاوس على سكين انجرد او في اي ابريجن او ممكن حتى باي انهاليشن. يبقى الابيديميك تايفس ليه كذا طريقه، اما تتنقل بالصلايبه او تتنقل بالكونتامينيتد فيسز بتاعه اللايس، او ان انا خدتها في طفل او الشخص ده خدها في ضوافره وهتدخلها في الكونجكتيفا او في الميوكاس ميمبرين، او عملنا كراشنج للاوز على اي انجرد او ابريدد سكين، فانا بدخل ريكيتسيا جوه الجسم خلاص، وبعديها بتحصل او بينقل العدوى بتاعه الابيديميك تايبس. يبقى اول حاجه البيديكيلوزس هيومنس تعمل بيديكيلوزس تعمل ابيديميك تايبس، مش شرط ما بينهم حرف البي. ثاني حاجه الترينج فيفر ترينج اللي هي الخندق دي بتبقى كانت كومن في الحروب زمان خلاص، انهم بيبقوا قريبين من بعض وما بيستحموش وانفكتد، وتلاقيهم بسهوله تتنقل من شخص للتاني، دي برضو ريكيتسيا ديزيز بتعملها ريكيتسيا كلينتانا، وبتتنقل برضو بنفس الطريقه، يعني اما عن طريق البايت نفسها بالسيلبريتي كريشن، او بيحصل كونتاميشن لاي سكين ابريجن او للبايت ووند بالفيسز بتاعه اللايس فبتنقل ريكيتسيا كلينتانا. الابيديميك ريلابسنج فيفر، الابيديميك ريلابسنج فيفر ده سبايروكيتال ديزيز، دي واحده من السبايروكيت اللي بتعملها البوريلا ريكرنتز، ودي بيحصل فيها ايه بقى؟ الابيديميك ريلابسنج فيفر الدنيا مختلفه، يعني ما بيحصلش الانفكشن عن طريق البايت او عن طريق الكونتامينيشن بالفيسز للابريدد سكين، لا ده بيبقى السبايروكيتس دي بتحصل لها مالتيبليكيشن في البودي كافيتي اللي احنا كنا بنقول عليه الهيموسيل، مش ايه، مش جوه الجات بتاعه الايه اللايت، فعشان كده عشان تطلع السبايروكيتس دي وتعمل انفلاميشن وتدخل جوه الجسم لازم تبقى كراشد، لازم اللايت تبقى كراشد انها تكون اتفعصت على سكين ابريجن، بحيث انها تدخل السبايروكيتس جوه الايه، جوه جسم الانسان، يبقى لازم نعمل اللي يحصل لها كراشنج عشان تدخل البوريليا جوه جسم الانسان وتعمل لنا الابيديميك ريلابسنج فيه. يبقى عندنا اللايس عرفنا ان هي بتعمل بيديكيلوزس، ابيديميك تايفوس، ترينش فيفر، ابيديميك ريلابسنج فيفر. دي الميديكال امبورتنس بتاعه اللايس، ودي مهمه وبتيجي كتير في الامتحان. في عندنا حاجه اسمها الكراب لاوس او السيرس بيوبس، السيرس بيوبس دي اللي هي نوع من اللايس اللي بيسيب البيوبك ريجون، بنلاقي في منطقه البيوبك هير، بنلاقي في الاكزيلا، وبنلاقي حتى ايفن في الايلاشز. ليها فرق مورفولوجيكال شويه عن البيديكولاس كابيتس تمام، او البيديكولاس هيومنس، ان بتبقى حجمها اصغر شويه وبيبقى عريضه بنقول عليها تيرتل لايك خلاص، والكلوز بتاعتها بتبقى فيري سترونج، لان منطقه البيوبك ريجون ده بيبقى فيها فريكشن كتير، فلازم تبقى تعرف تمسك كويس، فبنلاقي الكلوز بتاعتها، المخالب بتاعت الايدين بتاعتها او الرجلين بتاعتها بتبقى اقوى، بتبقى اعرض، والابدومينال سيجمنتس فيها بتبقى اقصر. اهميتها ايه؟ ان اللوز دي من الحاجات اللي بنقول عليها سيكشوال ترانسميتد ارثروبود خلاص، سيكشوال ترانسميتد ارثروبود بتتنقل بالسيكشوال انتركورس، بتسيب ايه، بتعمل خاصه في سنسيتيف بيرسونز بتعمل انتنس اتشينج وبريورايتس خلاص، وبتعمل حاجه مسميها اكزيماتس درماتايتس، يعني بتعمل اكزيما خلاص مع السيفير انفلاميشن والسكراتشنج، بتعمل سكندري بكتيريال ويحصل لنطوب عليه سكندري بكتيريال انفكشن، وبتعمل لنا الايه، الاكزيما او الاكزيماتس درماتايتس، دي اللي هي البيوبيك لاوس او الكراب لاوس. قال لك ايه هي سيكشوال ترانسميتد ارثروبودز، هم عندنا اتنين، الكراب لاوس او السيرس بيوبس والسكيبس تمام، اللي هي السركوبس كابياي اللي هي بتعمل الجرب. الكنترول اوف لايس بالنسبه للهيد لاوز، الكنترول بتاعها طبعا واشنج للهير ثرولي بقى بالووتر وبالسوب، وان بيبقى كومبنج ليه، وفي بنستخدم معاه 2% دي سي بيبقى سوليوشن بنستخدمه ونسيبه فتره، وبعد كده بنرجع تاني نعمل واشنج للهيد، والبروسيدور ده بيبتدي يتكرر بعديها تاني باسبوعين عشان نتاكد ان لو كان في اي لارفي ميرجنج لارفي بتبقى موجوده ان احنا تخلصنا
منها؟ كله في الغالب بيبقى ضمن من كاتنج الهير، وبنستخدم في 2% دي دي تي او البيرمسلين. وبكده خلصت المحاضرة الثانية بتاعة اللايس والباجز والإفكت.